المشروع اللي عندي مشروع ترى وايد قوي وقابل للتوسع، فان شاء الله احنا نكون حاضرين ككارتون بلانت في هذا البرنامج. الهدف مالي هو ان ندرب مليون طفل خليجي مهارات الرسم في دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين. الكاركترز ذين اللي هني بعد موجودين وياي يعطوني كذي يعني مساند. سلام عليكم. اعرف عن نفسك وشويه باك جراوند، تفضل بليز. معكم محمد المهدي، المدير الابداعي حق كارتون بلانت. عندك دقيقتين و we're here to hear your story. قبل كم سنه كلمتني وليه امر، قالت لي محمد عيالي يبون يتعلمون رسم، ما حصلت احد يعلمهم لي. فقلت له خلاص من عيوني انا اعلمهم رسم. هاي طبعا قبل فتره طويله. فعلمت عيالها الرسم واستفادوا وايد وتطورت ابداعهم بشكل عود في خلال هاي الدروس. تطورت هذه الدروس وهذه الورش، تطورت ازيد وازيد، وقدرنا الحمد لله ندربها حق 4000 طفل في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي. كبرت ايضا ازيد وتحولت حق منصه افتراضيه ندرس فيها الرسم حق الاطفال في بيئه امنه تحفز على الابتكار، ويقدر يحضر فيها الطفل ورش اونلاين في اي مكان في اي زمان، والمدربين يكونون مدربين بحرينيين وخليجيين محليين. باشتراك طبعا المحتوى دائما متجدد باشتراك شهري قيمته 20 دولار بس. في سوق نستهدف فيه مليون طفل، بقول لكم بعدين شلون حصلنا هذا الرقم. ايرادات كارتون بلانت في هذه السنه وصلنا 50,000 دولار، بزياده 80% بالمقارنه لعام 2019 اللي كانت عندنا البدايه الفعليه. هدفنا ان ندرب مليون طفل مهارات الرسم، فساعدونا في هذا الهدف. اوكي ثانك يو. ودي افهم اكثر عن يعني لاي درجه البزنس موديل اللي عندك حاليا يعني واصل اي ليفل من ناحيه الماتوريتي. عندنا تو بزنس مودلز. البزنس موديل مال الانيميشن احنا وصلنا فيه بحيث نتعامل مع شركات عوده برا البحرين وفي البحرين، لكن الورش تعاملنا فيه شركه ارامكو السعوديه، دربنا شرطه مسقط، وصلنا ازيد من دوله خليجيه، وصلنا لجده والرياض من ناحيه الورش. هذا حق الكبار، بس كان الصغار كان فيه ركزنا عليه بشكل عود مع ارامكو السعوديه. طبعا ما قلت لك انه 20 دولار او 20 دينار بحريني اللي هو كان بيطلع بالدولار، واشتراك الشهري حقهم حضوريا، احنا بنقلله في الافتراضي. 20 دينار شهريا؟ شهريا. بالحضور؟ بالحضور. كم يوم في الاسبوع؟ يومين في الاسبوع. فاتوقع بقيس لك ماتشورتي حجم الكلاينتس اللي تعاملنا معهم بشكل رسمي. بس ما فهمت فمن المستفيد الان من الخدمه اللي تقدمها؟ لان انت اعطيتنا الحين في البدايه ظنيت انا يعني صغار وطلاب و الأطفال، احنا حاليا قاعدين نتكلم عن شركات هذا المجال انت ما تقدر توصل حق الطفل بشكل مباشر بطريقه كلش يعني خلينا نقول منتشره، لازم يكون عندك معاونين او عملاء. فاحنا عندنا اغلبهم هذه الورش اللي قدمناهم بالتعاون مع معاونين وشركات تعاوننا معها في البحرين وايضا وزارات في البحرين في دول مجلس التعاون. بس كانوا عم يعملوا سبونسر شيب؟ لا كان مو سبونسر شيب، كانت مدفوعه، كلها كانت مدفوعه. طبعا الدافع يختلف. فاحنا اضطرينا ان قبل لا يكون عندنا يعني خلينا نقول طلب وايد شديد على هذه الخدمه بدينا اوريدي تصوير. كم عدد المدربين اللي عندك؟ حاليا بدين باثنين، اللي هو انا واحده تشتغل معاي بنت ما شاء الله متمكنه في الرسم. الورش هذه يعني الهدف منها تدريب مبتدئين في عالم اطفال نشجع من خلاله الابداع والابتكار، هذا هو باختصار. اصلا من 6 ل 12 انا خربطتك في البدايه، انا كان عندنا تجارب ازيد، بس لا هو من 6 ل 12 سنه فقط. تشوف انه في السوق ابدا ما في منافس. شو الفرق ما بينك وما بين مثلا محل في مجمع انا اوصل عيالي ويقعدون ويرسمون؟ بس رقمي، ورشات رقميه فيرتشوال حق اطفال من 6 ل 12 سنه ما في. فايش كثر هذه منها موهبه وايش كثر منها يعتبر تدريب للطفل؟ والله هو يعني التدريب هو اهم شيء، مواهب موجوده استاذ سلطان، موجوده المواهب. بس لو انت تبنيتها وخذيتها بعض الاحيان ولي الامر يقول لك ترى ما اعرف انا اعلم رسم ولدي. تفضلت قلت رسم تعطونهم شهادات حال ليفلز، فهل هذه الشهادات لها مثل ما تقول اكريديتيشنز او اعتراف او ريكوجنيشن برا؟ هو للاسف لان هذه بدخلنا حق سوق المعاهد. سوق المعاهد خلينا نقول مع التعليمي والتدريبيه اكريديشن يبي له سجل خاص فقط، ولازم نسوي لك 30 باركينج لوت او 12 على اساس انت تسوي لك هذه السجل، فصعب تحصل بروفايدنج بادي. احنا اللي قاعد نسعى له
ان كارتون بلانت يكون نفسه اكريديتيشن، يعني يكون براند هو بنفسه جيد، شعاره خلاص كفايه انه يخلي الطفل او الشخص اللي خرج من عندنا عنده شهاده اكريديت اللي هو ترى تدرب من كارتون بلانت. يعني انت ما تبي الناس ينظرون لهذا الشيء كبديل لان انا اودي مثلا ولدي اكاديميه كره قدم، ولا اودي يلعب تنس او يلعب. ان هي مجرد شيء مرحله وهو يلعبها يجربها يشوف والله اذا عجبته ولا لا. لا، المفروض انه يكون هذا مختلف. شنو القيمه الاقتصاديه كشركه مثل شركتك؟ وين راح توصل؟ احنا كمتخصصين وكهذا شغفنا، احنا مو جايين مثلا نسوي بلاتفورم حق شيء احنا مو متخصصين فيه. لا، احنا شيء هذا احنا متغذين به وشيء احنا متشرمين فيه من صغرنا، نحب هاي السوالف. لان موضوع الاكريتيشن بروفايدنج باديز ما اعرف شلون بيدخلنا في متاهات كلش طويله في فلوس وايد. حاليا انا شلون ممكن اسمع عنك؟ صار سطامح طبعا استهدف فئه الاطفال، بس فئه الاطفال من طبعا المسؤول عنها؟ اولياء الامور. اولياء الامور اوريدي احنا وي ديد اور هوم وورك، وحصلنا قاعده كلش عوده من اولياء الامور اللي سجلوا اطفالهم موجوده عندنا، وحصلناه من احد معاونينا من الوزارات في البحرين او من المؤسسات الموجوده اللي نتعامل معها في دول مجلس التعاون الخليجي. والجزء الثاني اللي هو الاطفال نفسهم، اللي وين نحصلهم؟ تيك توك. هاي تحصلهم في تيك توك. عمرهم 6 سنين على تيك توك؟ اي موجودين هم يشوفون. 6 سنين؟ قلت انت التارجت 6 ل 12. يعني ممكن مو بست، بس هذه اللي مثلا عمره 12 عنده اخوان. طيب. عند اخوان عمرهم 8 عندهم دي، فتعال يراوي مثلا. شنو الاستثمار اللي تبحث عنه وفي شنو راح تستخدمه بالضبط؟ اقول لك رقم. رقم وفي شنو استخدامه راح يكون؟ هو بقول لك اول شيء الاستخدام شنو، ازيد شيء نحتاجه فيه هو صناعه المحتوى. كونتنت برودكشن. بالضبط، لان انت بتحتاج بشكل اسبوعي تقدم محتوى ورش. محتوى الورش، لان انت عندك كاميرا حلو. وعندك ناس يمكن يصورك ان هاوس، احنا بنصور وبنقطع ان هاوس، صرت نقلل التكاليف. بس ما عندك محتوى متجدد، لا خلاص انت ما تقدر تنافس في هذا الشيء ابدا، يمكن بتم اسبوع اسبوعين شهر شهرين وبتبيع، يمكن تحصل اشتراكات بس بوقفون ات سم بوينت، لان انت ما عندك شنو؟ محتوى متجدد. فكم الرقم اللي تتكلم عنه؟ $40,000 فقط. شو راح تعمل فيهم؟ بس كونتنت؟ الكونتنت طبعا. اوت سورست او راح تجيب تيم؟ لا عندنا ان هاوس، عندنا عشان نوفر. والشيء المهم ايضا اللي بنسوي فيه اللي هو التسويق. $40,000 رح تعمل فيه كونتنت. هذا الكونتنت قد ايه رح يعمل برايك؟ قد ايه رح يعمل جنريشن لريفينيوز لمدخول؟ الكونتنت نفسه؟ ايه، عندك $40,000 تحط كونتنت موسي شويه ماركتينج. جميل. قد ايه رح يعطيك كونتنت تيعطيك قد ايه ريفينيوز؟ بس يكون عندك فكره عن الريفينيوز. المباشر قصدك منه؟ اللي بدك اياه. لا هو عندك طبعا عندك مباشر ومش مباشر. $20 فقط هم يدفعون يا جماعه. فهمت. ايه؟ انت هلا بدك تعمل انفستمنت $40,000 بنيو كونتنت. صح مزبوط؟ نعم. هيدا نيو كونتنت رح يعطيك قد ايه مدخول برايك؟ يعني شنو تاثيرها حق المدخول المالي الربحيه مالت والعائد مال الشركه؟ نعم. المعادله ان احنا نستهدف 1,000,000 طفل في دول مجلس التعاون الخليجي، بتقول لي من وين جبت الرقم؟ لا رجعت عم تعمل ماركت سايزنج. لا بضرب لك 20 بضرب لك ال 20. اوكي. احنا قبلنا انه الماركت كبير. اوكي؟ عندك $40,000 تستثمر رح تعمل فيهم كونتنت، قد ايه رح يدخلوا مدخول؟ ما عم نحكي عن الماركت سايز. بالضبط، المدخول شوف انا ما صراحه اكون معكم صريح ما طلعت هذه الفيجر بالضبط، ايم اون سبوت حاليا، فما بقدر اقول لكم كل شيء وكل شيء. لا بس بدك تحضر حالك لانه يو نيو انه يو غانا بي اون ذا سبوت. اي محضر حالي اكيد. Right. بس لا ترى everything اون تراك. اون تراك. اون تراك. اول سنه يعني اقلها ب 200 مشترك، فمشترك ما يكون في 20 شهريا فقط، فيطلع كم؟ 4,000 دولار شهريا، ف 4,000 في 12 سنة 50,000 هذه أول سنة تطلعها 20 دينار مو 20 مو 20 لا 20 دولار 20 دولار يطلع 10 دينار 7 دينار تقريبا. أنا خربطنا بالدولار والهذي لأن أنا بدولار، أنا دولار، أنا حق دول الخليج كامل. طيب. وليس خلاص. شو رأيك سلطان؟ الصورة الكاملة للبزنس موديل مو واضحة، يعني شوي قاعد نتكلم في السطح، يحتاج ان المستثمر يحتاج ان يفهم اكثر. هو نقدر طبعا نزودكم كل شيء بعدين، نقدر نزودكم كل شيء، بس هذه يعني يو كانت مس ات، لان ما حد ترى يسويها، يعني مو هو اللي قاعد وي ار كوبينج سمون ايلس. اوريدي بادين فيها ترى، بادين فيها من فتره وعندنا ريكورد طويل فيها. انا اي ثينك هي نيدز تو جو باك اند يعني فيجر ثينجز اوت. يس. في ذي المرحله
يمكن بعض الإجابات ما تكون واضحة. أتوقع يمكن عقب فترة لما تبتدي أنت تشتغل بتكون في وضوح أكثر. أبي أشوفك مرة الجاية في الدورة القادمة عندنا، أشوفك وأشوف قصتك. يقول تذكرون السنة اللي راحت هذه الحين أنا كنت هني ووصلت الحين هني إن شاء الله. فهذه اوكي ان شاء الله موجودين. وانا موافق راي زملائي. اي نعم. You're a bit early stage لمشروع بيمان، ما رح تستفيد منه كثير. بدك تروح تعمل proper business plan ويكون عندنا شوية أكثر data. أنا فاهمين شو عم تعمل بس you're still not ready لمشروع بيمان. Good luck وإن شاء الله بنشوفك بثاني دورة. لا إن شاء الله أكيد. شكرا. ما قصرت. شكرا على وقتك. العافية. والله في potential ها. في potential بس يعني أنت if you don't package your offering. إيه إيه. لا لا أنا I don't think إن this is random. إن تعال. لا لا it's not random. دخل لي 40 طالب. إيه إيه. يعني في الصيف اليوم هذا السؤال يطرح في كل بيت. شو راح يسوون العيال؟ يقول لك خلهم ينشغلون بشيء. ينشغلون بشيء. ايه. في ناس يروحون سباحة، في ناس يروحون تنس، في ناس يروحون رسم، في ناس. ايه. أنا ما أشوف هذا المشروع ينافس. هذه الخيارات، أنا أشوف هذه المشروع مجال مختلف. قالوا لي يبي لك شوي يضبط البزنس موديل مالك، فالبزنس وايد في بوتنشل، فصعب إنك تستسلم في هذه المرحلة، بس يبي لي شوي أسوي هوم ورك أزيد. صراحة أنا مخربط روحي في يعني خلينا نقول في وايد بروجكتس. هذه الفترة اللي أحتاج فيها إن أنا أصحصح، أقول والله أنا باخذ هذا الباث. الخطوة الجاية إن شاء الله أضبط نموذج العمل مالي ويكون مدروس أزيد. وإن شاء الله المرة الجاية تضبط بطريقة أفضل.